العنف اللي استعملوه اليوم مفرط جدا. نحن مثل ما شايف كله بالعالم اللبناني ما حدا معه شيء، نزلوا خبطوا بالصبايا قبل الشباب ويلقطع على ايده يبرم لايده، هيدا التصرف مش مقبول ابدا. طلع اللاين يا جماعه بدهم يشيلونا من نزلنا لنتظاهر لحتى نقول للحكومة إن هذه حكومة غير، لتقول للحكومة إن هذه حكومة غير دستورية، نازلين يشرعوا قوانين بعد الحكومة ما أخذت الثقة، ونحن بعدنا مكملين المسيرة كلهم، يعني كلهم، وحنضلنا عليهم كلياتهم.